مرحبا بكم، شو الاخبار؟ معكم سليمان شحادي بفيديو جديد. يا جماعه قبل ما نبلش بالفيديو اليوم، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. يا جماعه، كيف انحذفت فيديوهاتي من قناتي واكلت مخالفه؟ حدا بيعرف؟ انا بعرف انه طارق الباشا كان قايل يا جماعه بفيديو، انا مش هحطه على الشاشة مشان معاش بدي يجيني وجع راس، قال انه نحن رح نجمع روابط ونعمل عليها كلها كوبي رايت. انا اقسم بالله ما كنتش فاضي اعمل حذف للفيديوهات. انا يا جماعة كنت واقف معهم للجميعة من الاول عم نزل فيديوهات ودعم، لانه اللي ما شافش عند خليل بيجي بشوف عندي، اللي ما شافش عندي بروح بشوف عند غيري. اليوم كيف انحذفت الفيديوهات ما بعرف. هلا كل اللي حكى عن خليل يوتيوب وغمى انحذف فيديوهاته، فيديوهات محمود نايت انحذفت تحياتي له، وفيديوهات فؤاد حلبي انحذفت كمان. هلا مش هالموضوع، الموضوع يا جماعه انه انا كنت واقف معهم للجميع على الاخر، ولما صرت شوف فيديوهات عم تتكاسر انه فيلم هندي وما فيلم هندي، هان انا صار في عندي براسي توترت معش فيه. نزلت فيديو مدري اثنين وقلت انه خلص بكفي فيلم الهندي وكذا، وكثرة التعليقات انه تمثيل ومقلب وكذا. انا ما كانش قصدي ضايق خليل يوتيوب، واحد انا بعتذر من خليل يوتيوب، اثنين انا بعتذر من طارق الباشا. ليش انا قلت هالاعتذارات يا جماعه؟ لانه انا صار لي سنه عم بشتغل على قناتي وعم محتويي، لانه هلا اذا بدي اكل سترايك تتسكر القناه. معلش اليوم اذا انا بدي ضل لا نزل وغصب عنه وكذا، ما في شيء غصب عنه. انا شفت الفيديوهات انحذفت، اجاني على جميلي على حسابي انه خلص انحذفت، كانت مخالفة مش مشكلة تتزبط طول ما انتو متابعيني بظهري، طول ما انتو عم تسندوني انا ما في شيء بيخوفني، الحمد لله نعمة ربنا بزيادة. يمكن انا من بعد ما شفت الفيديوهات الثانية انفعلت يمكن زيادة، وصرت غمق برد فعلي على طارق وخلي. هذا الموضوع انا اللي كنت طالع بدي احكي فيه، هذا الموضوع انا طالع بدي احكي فيه. بدي انتقل للقسم الثاني، اخواتي متابعين سليمان شحادي وين ما كنتوا، بسوريا، فلسطين، بالاردن، تركيا، بلبنان، بكل الوطن العربي، مشان ما ننسى حدا، بكل الوطن العربي. انا بحبكم كتير انتوا، يعني انا بندونكم ابس وشي بصراحة، انتوا الاساس، ونحنا اذا نجحنا ننجح بفضل الله ثم بفضلكم. بس بدي اقول شغلة يا جماعة الخير، هاي يمكن رح اقولها لاخر مرة، انا ما بعرف. انا يا جماعة الخير عم صور وعم منتج وعم نزل، ياخد معي الفيديو اقل شيء 4-5 ساعات، بغيب 3-4 ايام عن القناة، كنت بلاقي على القناة 27 مشاهدة، 28 مشاهدة، 29 مشاهدة، مش عم بعرف. ساعة قناة بتجيب مشاهدات وساعة لا. فلقلكم شغلة أنا يا جماعة الخير، أنا إلى أكشن، يعني ردت فعل مثل قصة إنه أحكي بعض على خليل يوتيوب أو على غيره، لا بعمل ردت فعل بس بغير نمط،
ردت فعلي على غنية فلان فلاني، ردت فعلي على غنية كذا هيك، وشغلي انا معروف تحديات ومقالب سكتشيات ورد الفعل، هودي انا اللي بيشتغلون. بدي وجه تحية لكل شخص عم يحضرني. انا كنت بدي اطلع واقول انه بس نوصل للالف، بس الواحد احد اطلع واعمل فيديو لاسباب مش متوقعة. تفرمت التليفون، اروح كل الشي اللي فيه، 15-16 فيديو منتجين جاهزين لينزلوا، من بيناتهم فيديو الألف، فيديو الشكر تعبين فيه 24 ساعة تعبين فيه، من الأحد بالليل للتنين بالليل، عساس بدي نزلوا هيدا الشكر. مش مشكلة إخواتي، كل اللي بحبوني وأنا بحبكم، اقسم بالله انه انا انتو اللي بيحبني انا بحبه، واللي ما بيحبني انا بحبه كمان. تحياتي لكم كلكم سوا، اقسم بالله، لكل اخ، لكل اخت، لكل اب، لكل ام، لكل اللي عم يحضرني كان كبير ولا صغير، تحياتي لكم، لانه اليوم يا جماعة الخير انتو سندي، انتو دعم الي، انتو كل شي بحياتي، انتو عقلتي التاني، مش كل شي مصاري، المصاري وسخ الدنيا، انتو كل شي بحياتي. يعني ان كنتو 100 ولا ان كنتو 1000 ولا كنتو مليون، انتو حياتي، مش كل شي، خدوها هذي قاعدة براسكم، مش كل شي المصاري، المصاري وسخ الدنيا، نحنا عم نطمح لشي اكبر. المصاري بتساعد لواحد يضل عايش ويستمر اوكي، بس المصاري وسخ الدنيا. اخواتي بدي منكم تخيكم سليمان، خيكم الصغير سليمان، تدعموه، توصلوا للعشر تليف مشترك، وقت باقصى وقت توصلوني للعشر تليف مشترك لأقدر ضل استمر، لانه اليوم لو طول الفيديو شوي معلي، لانه اليوم يا جماعة بدي لكم شيء، انا يعني كيف بدي اقول، هي عم شوف انه ما فيش نتيجه من اليوتيوب وبعدني عم مستمر، ما بدي اتراجع لورا، بعدني مستمر. ولا تعرفوا انه ليش بعدني مستمر، عملت هذا الاشي اللي وراي وعم جهز بعد لقدام، بدي اعمل اضاءه وبدي اعمل كل شيء، ما حدا بيجي الشغل هيك دغري على السهل. انا بعرف شخص يوتيوبر بوجه له تحيه، اسمه رامي عبد الحي، عايش بسوريا بحلب، صار له 7 سنين على اليوتيوب، لهلا لوصل ل 100,000. فاللي بدي اياه منكم اخواتي بين قوسين، تدعموا لي هالقناه، تقووني شوي، تخلوني انه انا حسبوني مثلا انه صير انشر يوميا. وتاني شيء، اذا انتو استطلع رأي كبروا، اذا انتو بدكن انه نعمل برنامج للقناة كل 3 ايام مثلا، كل نهار سبت، كل جمعة فيديو، كل يوم فيديو، اكتبوا لي انتو بالتعليقات. هلا يمكن اليوتيوب تكون مسكرت لي تعليق هذا الفيديو مثلا، اكتبوا لي وغير تعليق. واذا بدكن نعمل حلقة اسئلة واجوبة تقرب منكن، تتقربوا مني كمان على راسي وعيني، لانه اليوم انتو املي، انتو املي بيهل بعد الله، انتو املي، وانتو بتقدروني لانجح انا باليوتيوب. اليوم انا صلي سنة اتعب، بدي باذن الله لقي نجاح، هذا النجاح بلاقيه باذن الله ثم فضلكم لقي نجاح بلاقيه. يا جماعة ما بدي اطول عليكم، الفيديو نهان بيخلص، بحبكم كتير، I love you لكل حدا عم يحضرني واللي وصل معي نهان، يحط لي 5 قلوب اذا كانوا بتعليقات فتحين، يحط لي 5 قلوب وتشاو. تحية مني للجميع فردا فردا، تحياتي كل للكل، لكل شخص عم يحضرني. وخلينا نختم، صلوا على محمد، اللهم صل على محمد. تشاو.